وسهلا فيكم، وبسطت بوجودكم اليوم معنا في جبال لتصوير كليب يخبط. صحيح هذا ثاني تعاون مع فادي، وكنا صورنا مثل السنة اللي فاتت هالفترة. الكليب قصته جدا مهضومة، ومثل ما بيقولوا، وفيها فكاهة، فيها ستوري، قصة جميلة، وتعالج كذلك موضوع مهم، اللي هو موضوع يعني مسؤولية الزواج وكل ما يتخلله يعني من مشاكل وقصص. فاليوم عم نصور مثل ما عم تشوفوا في منطقة جبال، وهذا حيكون أول لوكيشن بالنسبة لنا كأول يوم. ولحد الآن التصوير ماشي بطريقة جيدة، وأنا مبسوطة بتعاوني مع فادي لتاني مرة. شوف، أنا دائما أقولها الحقيقة، بالنسبة لي لبنان هو بلد الفن، وبلد كل ما هو جميل، وبالأخص المخرجين، كل التكنيكلز هنا في البرودكشن، كلهم حقيقة أشطر ناس موجودين في لبنان، غير طبعا الطبيعة، طبيعة لبنان وجمالها. رغم انه كثير صوروا في لبنان وتصور كثير في لبنان، بس بيضل انه بتلاقي اماكن جميلة جدا، مش مضطرين نسافر على تركيا او نسافر على اي بلد تاني. حلو التغيير، بس بحس انه لبنان انا بعد مش بعتمنى في نقطة التصوير، بالاخص في المناطق. يعني حب الطاهر صورنا في دير القمر، كان من اجمل المناطق يعني صورنا فيها، في المزيون صورنا، في الداون تاون صورنا، في الاماكن داخلية. اليوم عم صور في جبال، هاي أول مرة بصور في جبال، شيء رائع جدا يعني طالع معنا. فبحس لبنان هو بلد يعني ما بينشبع منه، يعني في كل شيء. يعني حتى لما ما بيكون عندي شغل بحب أجي على لبنان، لأنه بلد رائع وناس محبة جدا وبلد مريح. اثنين لوكيشنز، يومين تصوير بجبال بمنطقة كتير حلوة، وعندنا باستوديو عاملين ديكورات كتير كبيرة، غنية كتير حلوة، وهيك لايت كوميدي، فيها دراما وفيها بيوتي شوتس، وفيها هيك قصة بتفوت على كل بيت وبتصير مع كل بنت، وإن شاء الله ما تصير كمان مع كل بنت. قصة هيك مهضومة وحلوة وبتسلي الناس. نحن بالنتيجة عم نشتغل للناس لنسليها بقلب بيوتها، ونقدم لهم صورة حلوة وفن راقي وصوت شذا راقي جدا وحلو، أنا بحبه شخصيا، وهي مهضومة، وإن شاء الله تشوفوا كليب حلو. أكثر من هيك قصة ما فيني خبرها. شوف، اللي ممكن أقوله إنه الكليب حيكون فيه، حيشوفوني بمود جديد، بمود ممكن نقول فكاهي أكثر. آخر كليبين، أو بالأخص كليب مزيون وهذا الكليب، قاعدة أحاول أفرجي الناس شوي شخصيتي الثانية اللي ما يعرفوها، اللي هي شخصية الفكاهة والمرحة، واللي هي أنا فيها حقيقة يعني، بس إنه طبعا ما تظهر إلا مع الناس القريبين. قاعدة أحاول أقرب هذه الإيمج للناس، وبس حيكون في أكثر من مفاجأة حلوة في الكليب، وإن شاء الله يحبوها. الشعب العراقي تعب، مو بس داخل، اللي في داخل العراق، حتى برا العراق تعبنا، تعبنا من الدعاء، تعبنا من التسيس، تعبنا من كل شيء، تعبنا، محتاجين نعيش في سلام مثلنا مثل أي حدا تاني عايش في هالعالم، عايش في هالكون. العراق صار له فترة طويلة جدا وهو عم بيعاني، العراق صار له فترة طويلة وكأنه فيه بلاء، بلاء يعني. هالبلاء كلنا عم ندعي حتى الله يطلع العراق من هذا البلاء الكبير، ويرجع بلد مثل ما كان قبل، بلد معروف بثقافته، بلد معروف بعلمه، بلد معروف باقتصاده، بلد معروف بفنه. كلنا نتمنى هذا، وكلنا زعلنا طبعا، وكلنا
حزننا للأطفال الأبرياء اللي توفوا، للآباء، للأمهات، للناس الأبرياء اللي كانوا في ليلة عيد رايحين يشتروا لأولادهم ثياب، يشتروا لأمهاتهم، لآبائهم. ففي ظرف ثانية بنلاقي كل هذا نسف من طرف أعداء البشرية وأعداء الإسلام، اللي قاعدين يتكلموا باسم الإسلام ويتكلموا ويطلعوا راية الإسلام، وهم أبدا، لأنه الإسلام هو دين تسامح، والإرهاب ما له ديانة. الإرهاب ممكن أي حد يكون إرهابي. فمع الأسف هذا الشيء قاعد يصير. أنا كل اللي ممكن أقوله من هذه الناحية أنه أتمنى من كل قلبي يا رب العالمين أنه نرجع، أو كل المستغربين يعني المغتربين اللي برا، وكل العراقيين اللي داخل، يرجعوا للعراق بسلام، ويضل ويكون بلد أمن وأمان. والله يرحم شهدائنا، والله يرحم شهداء الكرادة. شكرا لتواجدهم الدائم معي، وإن شاء الله تابعوا كل أخباري وكل ماي نيو ميوزك إن شاء الله قريبا على ميوزك نيشن. وشكرا لكم، والله يوفقكم يا رب.